إذا أنت أخلصت لله تبارك وتعالى خلصك الله تبارك وتعالى. نعم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها دي اتقالت بعد ايه؟ بعد ما خلصت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. المراودة والهم وهيت لك خلصت، اللي هي جريء عرض الزنا خلص قفل. همت هنا يعني ايه؟ لتقتله، مش للزنا خالص خالص. اللي شرحوها انها للزنا خلطت عليهم الاوراق. الهم في العربية قبل القرآن للقتل، ما بتتقالش غير للقتل. والآية دي وضحت ان الهم الايه، هي لما عرضت عليه وهو رفض هي عايزة ايه؟ عايزة تقتله عشان ما يفضحهاش، تخبطه بحاجة على راسه، تهاجمه بأي حاجة، وبعدين تقول مات مات أرحم ما هو ايه؟ يقول انها أرادته، راودته عن نفسه، يعني انا اقتله احسن من وجهة نظرها. ولذلك هذه الآية في الهم حتى، يعني هما طبعا بيتكلموا ايه، همت لتزني او هم طبعا انا مش عايز اقول لك كلام بقى في التفاسير يضحك، يعني هم ليضاجعها وجلس منها مجلس الزنا والكلام الفارغ ده كله، كلام كل ده كلام اسرائيليات لم يحدث. هما ممكن الايه اللي بعدها بتخلط عليهم الاوراق، يعني واستبق الباب وقدت قميصه، ما استبق الباب عشان عايز تقتله مش عشان عايز ازنا. لو الزنا مش خلاص الزنا خلص. بص الآية الأولانية اللي انت عرضتها في الأول خالص وراودته بانتهاء الآية دي بكلمة إنه لا يفلح الظالمون خلص عرض الزنا. لما هو قال لها كده قال لها إيه؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح إيه؟ الظالمون. خلص عرض بثلاث تقفال. هو رخر كده، هو برضه قفلها بثلاث تقفال. هي قدام وغلقت الابواب. برافو عليك. نعم. ده تنفع اديب، يعني تنفع تصيغ، يعني صياغه ادبيه جميله. حلوه دي؟ نعم. انتهى كده عرض الزنا. فقالت ايه؟ هيفضحني بقى. ها؟ ولقد همت به، وقف. دي القراءه اللي توضح المعنى شويه. نعم. وهم بها لولا ان راى برهان ربه، يبقى هو اصلا ما همش. والهم هنا للقتل. بص شربت الشاي لولا كسر الإناء. أنا شربت؟ لا، هو كسر. ما هو كسر. لولا حرف امتناع لوجود. لما أنا صيغ شربت الشاي لولا كسر الإناء، امتنع الشرب لكسر الإناء. كان نفسي أشرب بس الكوباية كسر. أيوة. طب أنا صغت شربت الشاي ليه؟ ليه ما قلتش لم أشرب الشاي لأن الإناء كسر؟ لان انا كنت هموت على الشاي، او ان اي حد في مكاني هيموت على الشاي. قام وسخن الميه وحط الكوبايه وبس ما حصلش. طب ليه ربنا قال كده؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. ليه قال كده المولى عز وجل؟ وهم بها لولا، يعني اي حد في مكانه كان يرد الاعتداء. طب هو مش هيرد الاعتداء ليه؟ لأنه رأى برهان عبادنا المخلصين. ايه رأي على بعضها بس بالطريقة دي يا عماد عشان خاطري. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. طيب برهان ربه أولا ولا الواقع أولا؟ لا، برهان ربه ومنع الواقع. واقع في ذاته، يعني برهان ربه واقع في ذاته ومنع الهم. منع الأول لو أنت خدت بالك، خدت بالك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والفحشاء. طب فين الفحشاء وفين السوء؟
الفحشاء في الزنا والسوء في القتل. فالمولى عز وجل قال ايه؟ وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. رأى هنا يعني ايه؟ قال لك بقى خد بالك بقى في التفاسير بقى الاسرائيلية والاسرائيليات، انه شاف مش عارف ابوه، صورة ابوه عمالة تروح، فاهم فيلم الهندي انت صورة ابوه رايحة جاية كده فلاش باك بقى. مش كده، رأى بمعنى علم واطمأن قلبه. يا راجل ده ربنا اللي قايل انا اللي خلصتهم بخالصة ذكرى الدار. العيل من دول، انا اسف في اللفظ يعني، النبي من دول ينشا على ايه؟ على خالصه هي ذكرى الدار. خلاص. فقال ايه؟ من اول ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه. يعني هو هيصرف عنه في الواقعه ولا هو اصلا صارف عنه؟ لا، هو انا قلت قد صرف عنه من الاساس. من الاساس. الكلمه القرانيه ابتلاء ليك يا عماد، انت بتقرا ازاي وبتقول ايه وبتفهم ازاي. مثلا انا بدي مثال ولله المثل الاعلى، انت بتقرا القران اول مره في حياتك هتقرا الايه دي عادي، لكن لما هتروح للايه بخالصه ذكرى الدار هتفتكر ايه؟ الايه بتاعت انهم لعبادنا المخلصين. لما تيجي في الصفات المخلصين تفتكر، لما تيجي الا عبادك منهم. يعني قراءة القرآن مرة اثنين ثلاثة اربعة، انت توقع القرآن بين التوصيف والتوقيع والتوقيع والتوصيف وهكذا حتى تستقر انت على قراءة القرآن بتدبر، فتبقى انت فاهم. لما يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لا ربنا من الاول قال ايه؟ انه من عبادنا ولقد وكنا ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن بعدها قال بقى كذلك ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يعني يعني لا يعني يعني شاهد في كلامي، الكلام الواقعه دي سابق عليها الرعايه والعنايه الالهيه بهذا الرجل او بهذا الطفل او بهذا الغلام او بهذا الصبي او بهذا الشاب او بهذا الرجل. نعم. يعني اذا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انت بتقراها صحيح بعد ولقد همت به، لكنها في توقيعها سابقه ولا لا؟ نعم. المولى صارف عنه اصلا السوء والفحشاء بدليل انه قال ايه؟ معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. دي مستقره عنده رغم كل اللي هي عملته من مراوده وقالتها هيت لك. قال ايه في الاثنين؟ وقفلت البيبان وعملت كل ده، هو في كلمه هدلها كل اللي عملته وقال معاذ الله، ولذلك راحت تقتله، عايز تقتله، يبقى همت به لتقتله واي حد غيره كان يقتلها، بس هو ما قتلش. ليه؟ ولقد هم بها لولا ان راى برهان ربه. فبرهان الله او برهان رب يوسف عنده سابق على كل هذه العمليه، سواء عملية المراودة أو عملية هيتلك. برهان المولى عز وجل واقع في قلبه وفي نفسه سابق على كل هذه العملية. الوقت خلاص. لا ده هم تصرفت معنا دلوقتي، بنشكره، مدلنا ربع ساعة كمان، والوقت فعلا المفروض كان ناقص فيه خمس دقائق بس احنا معنا تلت ساعة لسادة محمد. الله يكرمك. طيب سلمي عليه وشكره. احنا بنتوجه بالشكر لبسوط ثروت و قناة اتش سي طبعا على الوقت الجميل، لان انا بكون مستمتع ومتاكد ان كل اعزائنا المشاهدين مستمتعين في صحبه الدكتور محمد هدايه.